ابو عبد العزيز كيف الحال؟ حياك يا اخي محمد. طبعا المتابعين وانا واحد منهم حقيقه ننتظر بلهفه، نبغى نسمع اذا في اخبار جديده، اذا في شيء حاجه تطمنا. المتابعين يسالوا وهذا سؤالي انا ايضا لك، في جديد يا ابو عبد العزيز؟ والله يا اخي محمد لحد الحين لحد الان ما في اي جديد في موضوع سالم ابدا، ولكن الجديد ان نطلب من المتابعين والأخوة جميعا والأخوات أن يستمروا، لأن سالم حملهم أمانة. نعم هذا الجديد ما فيه معنى لحد الآن. متفائلين؟ أنا حقيقة متفائل. متفائلين مرة، تفائلي ولدرجة كبيرة بعد. في طبعا التحركات أعتقد من زمان، هذه في تحركات من زمان من زمان، ولكن التحركات الحين يمكن صارت يمكن أكبر أكبر. نعم نعم، عسى إن شاء الله هذه التحركات عسى تنتج يعني تطلع بنتيجة إن شاء. نعم طبعا أبو عبد العزيز يتكلم عن تحركات من 5 سنوات، هذا الأخ من 5 سنوات يراقب لأخو، من 5 سنوات واجب ما خلى وزارة خارجية في عمان وفي السعودية الشقيقة، ولا خلى سفارة، ولا خلى باب محكمة، ولا خلى سجن ما طرق بابه. نعم ومستمر لغاية اليوم وبستمر لآخر يوم، ولكن هذه المرة أنت متفائل أكثر. لا أنا متفائل بإذن الله تعالى، وإن شاء الله متفائل وإن شاء الله بإذن الله يا رب يا رب. إذن الله. إذن تطلب من المتابعين أنهم ما ينسوا سالم الشحاطي. هذا مطلب شيء. هذا مطلب قديم محمد. نعم والإخوان أتوقع عارفين هذا. نعم. الشيء. نعم. وأكرر وما يمنع أني أطلب وأكرر هذا الشيء في كل لحظة. نعم وإخواننا المتابعين هم أعتقد عارفين مسؤوليتهم يا سالم. نعم. لأن سالم حملهم الأمانة هذه حقيقة بإذن الله، وأشكرهم حقيقة بعد. يعني لو أشكر وكرر الشكر. نعم. والله ما يكفي. أنا وصاحبي نبغى شاي خدري. تمام هذا الشاي الخدري. كيف حالك؟ الحمد لله دندوس. تفضل خدري. أيوه أيوه معلوم شو بيسوي؟ معلوم غسيل عباهم ويبه. بكم شاي؟ كم سمية وايد؟ لا بدون كوب، كوبنة 300. يلا توكل على الله. 300 ايه. جاتنا ان شاء الله الى عمان مول، ولكن هذا الحبيب ايه الحبيب هنا يمشوا هنا هنا يمشوا هنا مدخل المول من هني هني ممشى السيارات ممشى السيارات. شوف مطورينهم بعد سوي لهم ممشى باللون الازرق.